سنتابع من الثغرة في معان، رح يكون معنا متابعة بعد الاستماع ومتابعة التقرير. على بعد 45 متراً جنوب محافظة معان، تتعالى أصوات سكان بلدة الثغرة لإيجاد حلول جذرية متعلقة بواقع خدمات الشوارع فيها، رغم مطالباتهم المتكررة على مدار أكثر من 10 سنوات. نعاني من طريق أنزول الصعب اللي ينزل اللي يجي من خط الملوكي ينزل باتجاه الثغرة، كوارب حادة. ثاني شيء الطرق ما أخذها سيول محفرة، ما تامن على نفسك تمشي فيها أنت يا أي شخص تكون تنازل مع هذه الطريق. ثاني إشي كوارب ضيق وحادة. ثالث إشي طريق محفرة وغير صح، شايف يعني مش أمين أي واحد يمشي مع هذا الطريق بالشكل هذا. المشكلة نفس المعاناة من صار من فترة سنوات عليها، وهي الطريق المودي من قرية الثغرة ورابط لحميمة العباسية وأرم، وهو طريق سياحي ومواطنين نخدم في نفس الحالة سائح ومواطن. والطريق فيها توجيهات من جلالة السيد البلد في 2011 طول الله عمره، ولحد الآن تم فيها جسور، لكن حتى الجسور يعني شبه معدومة لأنه السيول قطعتها. الطريق فيها قطعات لحد الآن لا تمر على حركة السير لحد الآن، يعني السائح بعض الأماكن يقطع مسافة يجي على السكرية يتناقل بسكرية في ظهره. قرية الثغرة يعني تفقد جميع الخدمات، ولكن ودي اتحدث عن اهم خدمه اللي هي الشوارع الداخليه داخل القريه. قريه الثغرة لا يوجد فيها شوارع خدماتيه الا يعني تشتو يعني شبه معدومه، يعني كلها ترابي الا شارع اللي هو اللي امام المدرسه. ولكن السنه الماضيه راجعنا وزير البلديات وتم اعاز الى رئيس بلديه الشراه بتنفيذ الخدمات لقرية الثغرة، وراجعنا عدة مرات رئيس بلدية الشراه انه يتم يعني الاطلاع على هذه المشكلة وحل مشكلة شوارع القرية، ولكن لحد الآن ما في حلول نهائيا. علما انه كل ما براجع يعني رئيس البلدية ومدير التنفيذي في بلدية الشراه الرد انه لحد الآن لم تتخصص مبالغ اني اقوم بخدمة الشوارع داخل القرية، علما بانه القرية الثغرة من ضمن قضاء أمريغة ومن ضمن القرى اللي تابعة الى قضاء أمريغة. يأمل سكان قرية الثغرة الاستجابة لمطالبهم وتلبية الوعود التي يمتد عمرها لسنوات مضت دون تنفيذها. وتابعنا التقرير من الثغرة. ينضم لنا على الهواء مباشرة أستاذ عبد الله ركيبات رئيس بلدية الشراع عبد الهاتف عبر الهاتف. أستاذ عبد الله مساء الخير. يا مساء النور والسرور. يعطيك ألف عافية. وأستاذ حسين عبد الله أحد سكان منطقة الثغرة أيضا ينضم لنا، يعطيك ألف عافية. أستاذ حسين مساء الخير. مساء الخير يا مرحبا. رح نبدأ من عندك أستاذ عبد الله، واستمعنا إلى مطالب المواطنين والمواطنات حول موضوع طريق الثغرة، والحديث أن هناك وعود بحلول ولكن يبدو أنه لا أفق ملموس بحل قريب. ما هو الوضع في هذه المنطقة؟ بداية الله يعطيك العافية. الله يعافيك على هذا اللقاء الطيب، وأشكر قناة رؤيا اللي تاحوا لنا الفرصة نتحدث معكم. أهلا وسهلا أستاذ. ونحكي عن معاناة طريق الثغرة. النقطة الرئيسية وبداية الحديث وعبر قناة رؤيا أنا أتوجه من خلالكم المباركة للطلاب التوجيهي. شكرا أستاذ عبد الله، الله يبارك فيك. بس خلينا نركز على الثغرة عشان نكسب الوقت، لأنه في مطالبات بإصلاحات للشوارع، بس للأسف بالتقرير مش شايفين نعم. كثير شوارع، فخلينا نوضح هاي النقطة. ايوه انا راح اوضح كل نقطة وشو ما حكوا الشباب. التقرير اللي انحكى فيه صحيح، لكن اللي بدي اكد عليه انه الثغرة تم ضم الثغرة الى قضاء المريغة قبل تقريبا سنة عن طريق الباشا توفيق كريشان، والف شكر للباشا توفيق كريشان على هذه النقلة وعلى هذه الحركة. والثغرة شو ما حكينا للثغرة بكون احنا مقصرين. الان لما حكينا انه لما مخصصات مالية، الان تم تثبيت المبالغ المالية المخصصات لقرية الثغرة بالاخص، تمام؟ بيظل علينا اللي هو الشوارع. احنا خلال شهر 9 ان شاء الله نازلين على الثغرة، مهندسين نازلين بشوف شو مطالبهم بالنسبة للشوارع. احنا عارفين بدهم شوارع،
وبدهم عبارات، وكل هذه الامور راح تنتهي في اقرب فرصه وخلال هذا العام. طيب تمام. هون استاذ عبد الله ذكرت انه بدنا نشوف الناس شو مطالبهم، ولكن انتم كبلديه ببلديه الشراء الثغرة شو المخطط لها اصلا لنهايه العام؟ مخصصات ماليه وايضا خطوات اصلاحيه من الموضوع التنموي والشوارع وغيرها من الخدمات. احنا بالنسبه للاصلاحات اللي بدها تصير في الثغرة، اول شيء احنا قمنا في عمليه اللي هو الاناره، انتهينا من موضوع الاناره، الان عندنا الشوارع، عندنا اللي هو العبارات الصندوقيه منطقتهم خطره، النزول زي ما تفضلوا، لكن النزول الشارع اللي يربط بين الشارع الملوكي والقرية الصغرى كان من اختصاص الأشغال العام وليس من اختصاص البلدية. لكن اختصاص القرية الداخلية هذا كله لبلدية الشراء. نعم. النقطة الثانية، الخط الرابط بين العباسية والصغرى برضو تابع للأشغال العامة. واجهتنا مشكلة أنه في تداخل في الأراضي بين محافظة معان ومحافظة العقبة. أهو. مشغلين الآن عليها مشان نقدر نفرز الأراضي عن بعض. هذه المشكلة اللي واجهتنا، لكن احنا بالنسبة لقرية الثغرة يعني بتسر مبشارة انه تم تخصيص مبلغ للثغرة. قديش المبلغ؟ نعم؟ قديش المخصصات؟ تكفي للوعد اللي بدنا نحكيه هلا على الهواء؟ اللي بدك تحكيه احكيه، لأنه لا أنا ما يعني كان اللي هو معالي توفيق الكريشان صاحب كرم وطيب علينا على بلدية الشراء، هو عارف معاناة أهل الثغرة. فإن شاء الله إمتى رح نبلش؟ نعم؟ رح نبلش إمتى إن شاء الله؟ رح نلمس أثر المخصصات؟ إحنا في شهر 9، إحنا بدون اتصالات هم عارفين، إحنا في شهر 9 بعد كم يوم إن شاء الله. نعم. نازلين المهندسين مشان يعملوا العطاءات، يخطط الشوارع، العبارات، الكل يعني خلال التنفيذ راح يكون خلال السنة هذه. نعم. خليك معنا أستاذ عبدالله، خلينا نروح لأستاذ حسين، يعني أحد مواطنين سكان الثغرة. أستاذ حسين، يعني احكي لنا قدي قلنا عم في مطالبات بموضوع الشوارع الداخلية، ويبقى كمان في إشي ملفت كتير بالتقرير اللي سمعناه، اللي هو موضوع إنه في سياح كمان عم بيجوا على المنطقة. يعني احكي لنا شو وضع المنطقة وشو احتياجاتكم كمان؟ أول شيء أسعد الله مسائك وأسعد الله مساء رئيس بلدية الشراء عبد الله ركبات. مساء الخير، تفضل. يا أخي بلدية الشراء ما قصرت على رأسهم الأستاذ عبد الله ركبات، ولكن إحنا معاناة قرية الصغرى من مدة زمان، يعني من قبل 2011 لما جلالة سيدنا الله يطول عمره زار القرية واجتمع مع أهل القرية وسمع مطالبهم، فأمر بتنفيذ جميع الخدمات لقرية الصغرى. طبعا الخدمات لم يصل منها أي شيء، بس احنا بنتحدث عشان البرنامج عشان الطريق والشوارع. نعم. احنا طريق الصغرى هو النافذة الوحيد من قرية الصغرى إلى رأس النقب، الطريق الملوكي يقع على منطقة جبلية سهلة الانجراف بسبب الظروف الجوية اللي مرت علينا السنة الماضية. ويمكن الأستاذ عبد الله ركبات مر أكثر من مرة جزاه الله خير وشاف الطريق وبيعرف إنها طريق خطرة وفيها جسور يعني هائلة السقوط وغير آمن للمواطنين، وراجعنا مديرية الشغالة معان وحكينا حكي هذا، ولكن إحنا لم نجد حلول بالنسبة لشارع النافذ الوحيد للقرية من قرية الصغرى حتى رأس النقب. طب هلأ صار في وعود أن هناك مخصصات أستاذ حسين وستبدأ اللجان بالتحرك بالميدان منذ شهر القادم، وأيضا في عنا مخصصات واضحة للثغرة بشكل محدد، فهذا الخبر اليوم. لو سمحت تفضل. الأستاذ عبد الله ركبات بيتحدث عن شوارع داخل القرية. هذا يعني شغل بلدية الشراء تكفل فيه، لقينا يعني أول مبارح كنا لقينا حلول بالنسبة لبلدية الشراء للشوارع الداخلية. إحنا الآن نعاني من مشكلة الشارع الرئيسي الرابط النافذ الوحيد إلى الخط الملوكي. نعم، خلينا هون أستاذ حسين لك نرجع للأستاذ عبد الله. اليوم الخط الملوكي ذكرت أستاذ حسين إنه في جزء الداخلي للبلدية والجزء الخارجي في تنسيق أيضا مع جهات أخرى، شو عم بيصير بهذا الملف؟ بالنسبة للشارع النافذ زي ما تفضل أخوي الرابط بين الشارع الملوكي والثغرة، هذا أهم نقطة رئيسية في موضوع المحور نفسه. نعم. لا هذا دور الأشغال العامة، لأنه هذا كيف التواصل مع الأشغال العامة؟ وين أنتم بهذا النقاش؟ نعم، وين أنتم بهذا النقاش في هذا الملف؟ عم تحكم على الأشغال في وعود قريبة؟ أكثر من مشوار، يعني إحنا بعدين منطقتهم أول رشة مطر يكون الشارع مسكر، هذا مش حل. شو الحل؟
الحل انه تتحرك الاشغال العامه ويعملوا على الشارع يزقوه. للآن رغم تواصل البلدية مرارا وتكرارا ومطالب المواطنين، حتى الآن لم يتم أي وجود أي لجان أو وعود قريبة من الأشغال العامة بالتعامل مع الشارع الرئيسي الطريق الملوكي الذي يؤدي للثغرة. بالنسبة للثغرة بدهم يشتغلوا على أمرين رئيسيين، الشارع الرابط بين الشارع الملوكي للثغرة ومن الثغرة للعباسي. هدول عند الأشغال، في مؤسسات تانية، في جهات تانية لها علاقة ممكن تأثر على عملكم لخدمة المنطقة، مجلس المحافظة. احنا يا ريت كل واحد يكون في الدور اللي عليه، كان اشغال او مياه او بلدية او اي قطاع. يعني عندنا هلا متابعة الطريق الملوكي رح نقولها للاشغال ورح نتابع مع حضرتك بعد شهر 9 موضوع الطرق الداخلية اللي لها علاقة في الثغرة بحد ذاتها. موضوع الطرق الداخلية التابعة للبلدية هذا موضوع الرصد له مبالغ وانتهينا من الموضوع نهائي. احنا شهر 9 طالعين المهندسين مشان نزلوا عطاءات لقريه الثغره. نعم، خليك معنا استاذ عبد الله الركيبات رئيس بلديه الشراء. استاذ حسين بدي ارجع لعند حضرتك. نعم، المعاناه واضح انه لها سنوات. مع مين عم تتواصلوا؟ الو، لو سمحت، المعاناه اذا بدي اتحدث عن المعاناه من 1995 من تأسيس القرية. ولكن احنا من قبل 2011 بنعتبره خلاص انتهى. احنا بنسولف عن بعد الزيارة الملكية لما جاءت سينا زار والتقى مع مواطن امر بتنفيذ جميع الخدمات. طبعا ما تنفذ على مستوى شبكة مياه ما وصلت من 2011 لنقل 10 سنة. ثانيا لو سمحت تعطيني من وقت البرنامج خلينا اصول. السنة الماضية دولة رئيس الوزراء التقى مع الوزراء وبين ضمنهم وزير المياه في جامعة حسين بن طلال وأمر أنه خلال شهرين تنحل مشكلة المواطنين بتمديد شبكة بضخ المياه للمواطن، ولكن لم تتنفذ لحد الآن. يعني صار لنا سنة وفي طريق الواحد أن النافذ لنا بفصل الشتاء من قرية الصغرى لقرية العباسية 8 كيلو. هذا ضمن حدود العقبة وضمن حدود معان، 5 كيلو لمعان و3 كيلو لتابع للعقبة. نعم، هذا الطريق أمر فيه جهاز سيدنا ب 2011 ولحد الآن تم تنفيذ. قبل 5 سنين 6 سنين تم تنفيذ المرحلة الأولى، جسور تم بناء 3 جسور على نفس الطريق الترابي لحد كان الآن. كان في حديث إنه في بداية جسور ولكنها غير كافية حتى الآن، لم يتم إنجازها. الجسور قبل 5 سنين تم إنجازها، يعني منذ الزيارة الملكية تم تنفيذ جسور فقط. لحد الآن من 2011 وإحنا نراجع إنه يتم تنفيذ 8 كيلو، لحد الآن لم نحصل على نتيجة. وهذا هو المنفذ لنا الوحيد في فصل الشتاء، لأن مثل ما تحدثنا طريق الملوكي منطقة جبلية تحدث فيها ثلوج وانهيارات. آخر وعد وعدتوه أستاذ حسين من مين وإمتى؟ نعم، آخر وعد وعدتوه بإيجاد حل من أي جهة وإمتى كان؟ والله إن آخر يعني قبل تقريبا 4-5 شهور راجعنا راجعنا مديرية شغالة معان. يعني لحد الان ما في حلول للمنطقه، يعني حقيقه ما حصلنا على حلول. رح نتابع هذا الملف استاذ حسين. وصلت رسالتك استاذ عبد الله. يعني واضح اليوم كمان في امل انه البلديه عم بتحقق اليوم، قدرتوا تحصلوا مخصصات ماليه ووعود بشهر 9 يبلش الشغل. قديش اليوم كمان في امل انه البلديه تقدر ترافق يعني مطالب المواطنين والمواطنات وتعمل ضغط اكثر لتسريع انجاز الطريق الملوكي؟ احنا 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 معهم قلبا وقالبا. انا بالنسبه للشوارع الداخليه وعمل البلد الان الرصد مبلغ، اعيد الحديث، الرصد مبلغ وامورها منتهيه بالنسبه للشوارع والعبارات وامورهم الداخليه. لكن احنا امرين هامات، الاشغال العامه وسلطه المياه. نعم، سلطه المياه الان يعني معلومه انه الثغره لو تسأليني ترى ما عندهم مياه، المياه بديهم إلا تنك من قضاء المريضة ينزل عليهم ومع طريق الخطر. رح نتابع يعني ملف المياه وملف الطريق. أستاذ عبد الله الركيبات رئيس بلدية الشراء، يعطيك ألف عافية، شكرا لك. رح نحكيك أكيد مع بداية شهر 9 لنرافقكم أيضا بكل عمليات الإجراءات للشوارع الداخلية منطقة الشراء. أستاذ حسين عبد الله أحد سكان الثغرة، شكرا لك.